اخوان يعني. والعلوم؟ العلوم عندك. ما في جديد؟ جديد عندك. عندك انت. عندك انت. انت اللي عندك. لا عندك ولد. والله ان عندك انت. اتحلف انت. عندك انت استغفر الله عندك انت. تبيني ارفعك؟ تبيني اوطي على اذنك؟ الجديد عندك يعني عندك. تبيني اعطيك على صرصور الاذن؟ بعدين يمني صرصور الاذن وين اتحداك؟ انت اتحداك. انا اعرفه. والله اني قوي اعرفه. اتحلف بالله. انت علمني فجاه هذا وانا بعلمك فجاه هذا صرصور الاذن وين؟ ترى الله مو لعبه مو كل شيء لازم تحلف فيه. انا والله اني اعرفه. يلا وين؟ لا. وغيره؟ خير وش؟ وش اللي غير؟ صرصور الاذن واحد. هذا لعبك طرق على صرصور الاذن اعرف انك والله يا كم واحد وطيت يدي على صرصور الاذن. يا ويلي يا ويلي يا سيف فهد يا رنس عبد العزيز. يا سيف فهد راح يا رنس عبد العزيز راح يا سيف فهد. سيف انت شخص سبحان الله اللي جعل فيك الجمال وجعل فيك القبول وجعل فيك كل شيء كل شيء جميل. انت شخص يا سيف فهد من الاشخاص اللي كل الناس تتفق عليهم انهم محبوبين. الله يحبك يا قلبي. خذ عزبه خذ هذا اللي ما يمدح. والله شوف اقولك حاجه الصندوق ذا والله حلو. ابك يا والد شو اسوي؟ جانب والله حلو. هي مبادره ولا مسويها انت ولا وش؟ والله ما ادري شلون قايله. اللي جايبه من؟ اخواني و والله ونعم. مالك زود. 70 نعم. لا دام من اخوانك لا والله الصندوق هذا كويس. انت غلط على الصندوق اولا. لا ما غلط. ما غلط. انا ما انا ايش قلت؟ انت غلط على الصندوق. شو ابقك يا محمد ومشعل شوف. يا محمد يا محمد يا مشعل. قولوا لا لا. جايبين صندوق لي ويغلط عليه رجل. يقول هذا حق تراث. طيب شوف ما غلط هذا مو بغلط يا فهد غلط تسميه فهد. يا حلو قبو هذا حلو. اسمع قلالها الله مسامحينك مسامحينك انا على اخواني مسامحين اخوانك عاقلين ويفهمون على طول. شوف انا بفهم انا يوم من معاك تغلط علي اني ماني بعاقل. اخوانك عاقلين وانت عاقل. يلا ايش حلو ان الصندوق ذا قلت انا الصندوق انا ايش قلت؟ قلت الصندوق ذا تراث. اي ما غلط ما غلط ما غلط تراث يعني هو فعلا تراث صح فعلا يعني يا من اسمع تبين اسافر اوه للاسف انا تغيرت مودك كامل. شوف اقول حاجه شفت على كذا ما نسولف على السفر ما احنا مسافرين ترى. لا استاذ ان شاء الله مسافر. نبي نسافر نبي نسافر نروح للهنجر. لا والله السفر المدينة الجاي. أنت يا سيف فهد من الأشخاص اللي الناس اللي يبغوا يسافرون ما يخلون غير سيف فهد واللي نفس سيف فهد. يا قلب يا قلب. لأنك أنت يا سيف فهد حق خط. معنى؟ ها؟ لا معنى وين؟ معنى. تعال ما أنت مالك دخل عشان يسولف عليك أنا صح؟ لا لا ليش تسولف علي؟ ليش تسولف؟ انا من اليوم دور احد يسولف علي، ليش تسولف علي؟ ليه؟ شوف يا سيف فهد اغلط يعني لو جاء ترك الدوسري زين؟ يا ويلي يا فضل وقال لك ليش انت كشوف بغيت تسوي قهويك؟ قال كل ما سويت قهوه جاني واحد يسولف معي ونسيت قهوه. تدري اني امس ما عندهم ان ما هي منكبه. موعد من؟ العيال. حاجه ما انكبه. غلط مني، ما منك. يا ويلي يا ويلي. يا زق الراس قال ابو فهد. سيف 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 الصندوق ذا بالعاده انا بشوف اصبر اللي عليه شوفها شوفها انا قريت اقولك حاجه بعترف لك ترى البارح فهد قلت بناخذ الصندوق حق سيف ونطش من ورا الجدار. قلت له من قال له؟ انا ايش اسمك انت؟ قلت له يا فهد حرام عليك عيب هذا حق زميلنا سيف فهد حاجتين لازم نحفظها وهو غايب. جو بيقومون هو مصلط منو عند دور تلميذ يصبون قهوه على باب؟ فهد بس فهد بغيت اقول بغيت اقول سيف لا اسمع قل لا الله
طلع عمر مسلط مسلط خلينا نتذكر من منمحهم بعد مسلط وفهد ومنمحهم محمد ذات بس ناسي علم اتفقوا كل ابوهم انهم ياخذون صندوقك ذا اللي جايبه اخوك ويطشون الرجال شوف شوف قلت انا لا هنا وقف انا موجود ما اسمح لكم عادي كفو فرنس تكفى قلت مره ما اسمح لكم كفو والله يا شيحان كفو صدوق في حق علمك علمني علمني كمل قلت الا سيف هذا ما تغلطون على اغراضه هو غايب الله اكبر عليك قالوا زيد بس بنطشها تالي قالوا خلاص ما نطشينها خافوا منك إيه لا كانوا تالي يوم شافوني معترض قالوا لا ما نطشينها لما ناخذها نزبنها قلت والله ما تزبنونها بعدي يا وراي استكن قلت والله لو ويش مره وانت قفله وانا قفلهم يا طويل العمر وانا اخذها وانا احطها في بيت الشعر ايش صح زرتي تمشي لقيتها استغفر الله يعني لقيتها عند بيت الشعر صح قلت انا مره ما حد يقرب ترى سيف ومسلط مسلط وفهد سيف 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 مسلط وفهد يا سلام وسيف وسيف اللي رايح مستشفى الحمد لله على السلامة والله يوفقها الله يسلم الله يجعلها خير لو جاء في ذمتي ان شاء الله وعلمك واحمد العوض انا اعرف هذا دقيقة عن العزبة شوفك دقيقة تعال ندور احد حطينا قفل عبد العزيز ابو عبد العزيز حطينا قفل ليش سوالف المهم ما عجبتك سيف والله ما عجبتني يضحك عليها من اليوم حطينا قفل عشان مين عشان احمد عوض يلا والمشهد دقيقة خليني اقول لا لا ان شاء الله انت متى ترقد بس خليني اشوف لا مسها اذا يعني حطينا قفل عشان احمد عوض طيب ما اعرف احمد عوض شوف اوريك فيها ترقب تدشين كسرت هذه انا اوريك الحي والله الراس والله حي عيونك انا اشهد انك طير حوراء انا اشهد انه مو طير لا مو طير ما هو طير طير حوار يا حرام سيفه ماسك على الطاري طير حوراء وش اسمه طير وش تقول؟ طيب نفس الذيب يا روز تذكر كسافه الذيب ترى نفسها ذيب وش هو؟ الحين سيفه ماسك سؤال نقاش من فضاء ما عندنا شيء إذا بنحل الناس الحين بسك سؤال يا أستاذ سيف سألنا كلنا ولها أنا أخوي رانس دقيقة الحين يا سيف الحين أشهدك سيف ها؟ أنا أشهدك سيف كفو كفو قطي اسمعني الحين ما دريت ولد عمي شو مسميه ذاك اليوم شو مسميه يوم جو مسميه سيف مطير الله يعزك أنا أشهد أن سيف وسيف مطير ونعم فيك ونعم سيف مطير الله يطول عمره أي والله يلا عيش على قوته إن شاء الله شفت كيف يطول العمر هالحين لو قلت لك صدق يا سيف يعني احنا بنتناقش كنقاش اخوه هالحين سيف ترى ما لها دخل ها ما تشخصنها لو قلت يا سيف صدق ها ندري انه صدق ها لو قلت انت ذيب شو تقول لي؟ عزنك ذيب ما عليك شو اسكت يا اورنس دقيقة ما عليك جود طيب ولو رحت اورنس انا ولو قلت لك انت ذيب عزنك ذيب يا ابو ولد عزيز انا شهد طيب صالوا عندي هو مو عشانكم انتم عشان يعني احنا نبي نحلل انا من الناس اللي احب احلل ترى يلا عيش يعني مثلا الكوب هذا حلل منين صنع منين جاء فهم يلا عيش نبي الحين خلنا في موضوع انا اورنس المهم ما هي عيش انا ماني جالس اقول لك انشوده هي عادي نقاش يرجع الحين جاني انا اقول خلنا في موضوع عن طلعت من موضوع تو قال ما تعرفني دشر اورنس قلت كم يوم يعني توك تعرفني ما تخبرني ادخل ثم ارجعك يمين ثم ارجع الحين انت يا اورنس ارجع اورنس ولد عبد العزيز ولد فلان 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 صح ولا لا اي نعم القبيلة الفلانية 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 يلا نحل أنا طيب لو قلت لأي واحد مثلا أنت حيوان ذيب ها إيش راح تصير؟ وين؟ قوة وين أخوي؟ راحت أيوة فهد حيوان ذيب إيش فيك؟ لا صدق والله هسك صدق أنا حيوان أحمد عوض أها لا اسمع لا جد أنا حيوان أحمد عوض ها يلا والله صدق لو قلت لك يا ولد انت عز الله عز الله عليك انت من افضل فصيلة الحيوانات اللي هدي كذا طيب كذا مضبوط انت من افضل فصيلة الحيوانات اللي هدي انا بحيوان انا ما قلت لك حيوان قديب يا احمد عوض ما يصير كذا احمد عوض يا احمد عوض خلني بجاوب يا دقيقة بجاوب عليه فيها اشخاص في رجال يا مسلم واحد لا رجال انا سولف انت صديق عيال انا سولف انت سيف والله نعم
عجلان والله اني زين كفو دي المهم اسمع تدري ليه نرضى على نفوس ان احد يقول ذيب؟ لا ما يرضى بس انا سؤال بس في غرابه بالعكس والله انا ذيب وانت ذيب كلنا ذياب تمام الذيب يقول انه من مواصفات الذيب ما بقول له يحط جوالي احمد انت سالتني سؤال لا ترى روح تمشي 260 لا لا الحين بندخل نغير الموضوع بندخل بسالفه القهوه احنا خلاص اسكت انا لاني شفت اني اشتلت جبت العيد شفتني شفت الذيب ليها ناس يقول انت ذيب انت لان فيه وصايف وانت حصان تدرون يا الربع انه ما يتزوج اخته ادري ادري تدرون انه يبرب امه وابوه ووزيركم ايش البيت بعد انه هو في زوجته اذا ماتت زوجته انا ما اتزوج غير ايش رايك ها هاي ياخذ ابعلمك وشجاع وفي وذكي معلوم هذا من علمك انا سالت ودي بنفسه سالته اكيد مسالني سالته سالت ودي بس سالني انا احمد من وين جايبها ها من وين جايبها تكيت معاه وقال قلت علموني بها قلت هذا علم حزين قال هذا حلف انه ما يتزوج ما تتزوج قلت له قال هذا عندنا اسلوبنا اسلوبنا دخل على الله قال خليك يا ابو عوض اوف الحين ما نتزوج ابد يقول صاد لا عاد فين هذا قراها المعلم شوف انا اقول سمعت عن الذيب هذا كل من جاء اعطانا معلومه الذيب لا يتزوج الذيب اذا ماتت زوجته ما يزاوج الذيب ما بقول له شوي يقول الذيب يكلم بالجوال اصبر له الذيب يطير هو الذيب عليه مواصفات ممكن تشوف الذيب قدامكم يعني بالبر اي والله يدب قديم قبل ايام الاول اكلوا غنمنا وطردنا يا اخوي دخل على عاملنا سالفته الذيب اليمنه بغى يغزو يغزو إيه غزي يغزي أو يغزو كل حلقة كلها 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 معنى واحد ما عليه أعلمك إذا بغى يغزي يا طويل العمر هو رايح يمسح جرته ذيب يعني ما يخلي وراه أثر مالك لو والله ذيب تدري أنت تشتغل هلا والله ما أتوقع كذا لأن جرته معروفة أنا جرته كذا 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 هذا هو الذيب والله انا نصي اللي قلته انا ايش نصي اللي انا قلته وش قلت الذيب لا غزا اللي غزا اللي غزا بس انت يمكن انت شايفه راح يتمشى سياحه اخذ لك كوفي او شيء يتمشى هذا عادي بس انا اعطيك معلومه ان الذيب اللي يبغى يغزي يمسح الاثر اللي سمعته والله صادق سمعت اللي وراه والله يمكن لا سمعت انا وش اللي يمكن اعطيك معلومه تقول يمكن طب لازم تاكد في المعلومه رز طب يمكن ذيب ذيبك ما خلي طاح في سيف يمكن سيف انا في ذيب لحقناه بالجره حقه دل خال الخال طال لحقناه جديد لا تخاف على ذيب احمد خلاص الذيب كفو انا الرجال كفو اسمع تدري وش صار واقول لك حاجه ثانيه ما عنده حاجه وش بده يقول حاجه والله اوصاف الذيب كل ابوها عرفه وكل ابوها فضل الله فيه زود ما يجي من وصف من اوصاف كيف كيفني وانا ثقه والله العظيم يطول العمر الذيب يطول العمر والسلامه ذيب خلاص شوف لا عدت يمكن تقول من اللي يقول عمره واجه احنا هناك ديار هناك فل ذيابه طبعا غيري يعني ذيابه غير فصيلتي يعني انا ذيابه فصيله ثانيه عندي فصيله انا فصيله الذيابه النمبر 1 الوكاد يطول العمر والله بعلمكم سالفه يا رجال والله صدقيه صلوا على النبي اول شيء عشان اكسب منكم عندكم حسنات وانا عندي بعد سالفه اللهم صل على اكسبوا عندكم ايش عشان اكسب عندكم حسنات اكسب عندك واحسنه يلا اكسب عندك واحسنه اسمع اول شيء يا طويل الاعمار اقدر اول شيء اقدر طيب اقدر طب ما تخلينا نكمل مسالف يلا شوف اول شيء والله تاكلها والله صايم ما افطر مستحيل الذيب خلينا نكمل مسالفه الذيب سيف سيف ليه ما تاكلها كلها الطيارة يا شيف صايب والله صايب صعب يا شيف يا عباد دي احلى بلانك صايب صعب ليه شوف صل على النبي وشي صايم ولا لا صل على النبي طيب انت عارف ليه ما اقول صل على النبي شوف سيف او شيء يا سيف انت جاينا من الحفر صح والله لا وتدري ركز معي ايش دخل وقلبي بالشمال تراني انا فالشمال يوم يجي منها واحد شمالي وش ينتج شنتج ساعة الصدر تدري انت والمعلومه هذه كنت تجهلها ادري انا ذي اورانس عبد العزيز الحين من وين شنو جلا احترم نفسك من وين؟ انا جلا جلا وش جلا وش من جلا انا جلا الصفه ذي جلا ساعة الصدر انا زي اورانس اي تجهلها تدري ليش؟ لانك رديت عليه رد زي كذا انا جلا انا جلا انا امزح معه شفت؟ والله اني امزح معه ولا انا ما نمزح انا عليه قوي طبعا كسبت الديب مطبع علينا لا طبعا لا والله طبعا العمل انت صايم خلينا نعمل كسبت الذيب
يا عزبة سيف خلنا عنك سالفة الذيب يا سيف خلنا عنك. يا عيال مستحيل يا عيال انا ولد ابوي توني عارف كنا صايم كنا صايم 76 يوم ما عرفته ما مستوعب احنا صايمين تاكلها يا عيال تاكلها يا سيف ترى رايك من ذنبي عليك ها؟ من ذنبي عليك احنا بامانه شفته ما اكل اليوم صايم هو للمعلومية تراني صايم من الساعة 8 الصباح بس انا ابو سحاب عثمان 8 الصباح وانا بإدارة عثمان ترى من 8 الصباح انا بإدارة عثمان ابو سحاب احمد عوض صايم احمد عوض صايم زين شو قلت تقول لي صايم متحرك اني صايم يعني لازم اوكيك خلاص بدون يا اخي ما ادري انت بغيت ما انت بغيت تخليني زي تعرف سيف شو قلت تعرف اللي يقول سيف تعرف اللي يقول سقط في رمضان وانا ناسي غلط اللي بكت غلط فهمت لا والله ما بكت عاد تدري من الساعه كم شايف انت صحيت ما حصلت الساعه 8 ونص صاحب الاداره من الصباح ايوه اسلم احمد يقوم تقول له الله يزين ها لا لا الذيب يوم اقول لك تبون الصدق عاد والله لا اي والله هاي ريحه قهوه يا سيف انت ابدا ما الحين باقي ساعه والله يسامح كم باقي؟ ساعه اسلم الوكاد يا طول العمر اسلم يا ولد حلو حلو اسمع نسيت سالفتك انت حلوه حلوه اسمع مني يا ولد انت صايم تعود من شيء ركز معي هذا سلم كله والله صدق تراه يعني باذن في عنده من عيال عمي طويل الاعمار طبعا الغنم حقه تعرف بعضهم يربون غنمهم بالبر مو بعضهم كلهم لا الاغلب بعضهم لا بعض يحط على قري يعني مو بالبر البر البعيد هذا البر اللي ما في شبكه ولا في شيء بر حتى ليش عشان تعرف تطير الغنم عشان الامور هذه تخرب جبال 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 فيها دياء بعض احنا ما في نفود عندنا هنا نفود ابد ما عندنا هي اصلا مكان الذياب هالجبال ايوه هناك الشمال تخابر الشمال اللي هي شمال المدينه كل عنده اسم اماكن اسمها الكوره هناك زبده الكلام كوره في كوره اسمها عندها حر اسمها حره الكوره هذه الكوره في الذياب اول مره اسمع فيها هذه شمال المدينه تعرف عند حره تعرف الراس الابيض تسمع بالراس الابيض تسمع بالراس الابيض هناك حره بني رشيد تسمعون فيها هناك الوكاد يا طول العمر طبعا احنا بالليل نطلع اول بس تالي وقتي 5 سنين 6 سنين تركت الطلعات هذه كنا نطلع 3 ايام 4 ايام المكان ما فيه ولا شبكه ولا اي شيء وننام بالبر كنا نتكي بس بالليل نسمع صوت الذئاب تعرف بالليل الصوت يسري بس بعيد عنك ما تجيك تسمع اي بعيد بس والله ما تجيك شو التمثيل انت لا كيف بعيد والله لو اسمع صوت ذيب زي كذا اقسم بالله اني قلت تاكلني ليش عشان زي صوتك ايش رايك تضحيه الوكاد وننام بالليل طيب والله نسمع ما هو طبعا ما هي بجنبنا بالليل يسري الصوت ما في احد هذه طول العمر بس تحدك ما يجيك الديب ترى لو تموت ما يجيك وانت مجموعه تحدك اذا جاك اللي تبي ليه ما يجيك الديب الذيب بحاله اذا كنت نايم وعارف انك نايم او انك خايف منه يجيك وانت الحاك واذا انا جوعان وياكك فين شره الذيب ما ياكل الميت ما ياكل الميت وعطيك حاجه بعد انك لو شفت اثنين وانت عند الغنم وصحت عليه اتحداك انه يهاجمك وصحت عليه لكن بحاله يهاجمك اذا حشرته والله يا زبن قدامنا زابل واخوي بعد ذاك اليوم تقول جانا معكم سياره ها لحق على الجيب وين ها انا اقولك مثلا الحين قدامك الغنم مثلا شفتك ذي خلي اخوك يجيه ما على سياره لا ما اقولك الحاله جاي انا ما اقولك الشجيع سلمت اخوي بسياره مقفه طبعا قزازات والدنيا جاي من جاي انا اقول لك انت تقول الذيب خاف ما يخاف انت كيف الحين اعطيك مثال الحين 3 انفار احنا جالسين تمام اعطيك مثال صحي لو عندك ريح بارود ما جاء عندك نار مشبوبه ضوء كبير ما جاء مو خوف ذهين هو تراها الحين مثلا بقولك مثال فطانه مثلا انت لمحت انه عند الغنم تدري انه ما يهاجمك يروح عند الغنم لا وشافك جاي يحط رجل فهمت احنا بعد كانت في كاميرات بعد شفناه مره يحط رجله لكن كاميرات في البر يا اخي في كاميرات ما في مقطع عند شفته الديب ولا لا اللي شال الشاه ونقز الا شفته ولا لا يقول قام يجيب كاميرات ترى ما لها دخل بالشبكه يا ابو فرنس ما لها دخل بالشبكه كاميرات ما لها دخل ما انا اقول شبكه عفوا كهرب في كاميرا حبيبي انا اقول شبكه تعرف المطور حق اللي بالبنزين ولا لا او بالديزل المطور ديزل تعرف المطور تعرف يمكن عندكم يا بلح المطور حق كهرب يا اخي مطور كهرب يجلس معاك كم سنه تعبيك كل شيء نعرف هذه ما يعرف المطور عليك نور الوكاد يا طول العمر هذا طبعا مع العمي كانوا بيروحون وين
الساعة سبحان الله والله يا رجالنا هذه القصة صدقية. الساعة 2 بالليل جاء واحد قال يا ولد نبي نروح عند الغنم يلا. في هناك العامل عند الغنم بالخيمة. قالوا وين؟ قالوا كل واحد لا يا ولد تدري نبي نرقد، كان خميس بالليل، ونروح بعد صلاة الجمعة وين؟ للغنم نتغدى عندها. ونقز واحد قال يا ولد تدرون لا تكفون تكفون نبي نروح نبي نرقد عند الغنم، الجو حلو وبر وناسة. قال تدري يلا عاد مشوارها كان ساعة. والله يا رجال يوم يعلمونا يشهد علي هذا الكلام قبل كم سنة طبعا يعني. الآن ممنوع يعني الذيب لحقة، الآن أي حيوان قدر ممنوع، لكن قديم قبل 7 سنين تقريبا سنين الوكالة طول عمر. تخيل يوم جو وش كان يسوي في العامل جوا الخيمة، الذيب يحفر بيدخل وين؟ الخيمة على الخيمة. والله يا رجال تدري وش يسوي؟ كل ما جاء حفر مع وش العامل داخل حديدة حديدة تخيل بالبر الحال العامل هذا يطق رجليه كل ما جاء حفر طقه. حفر وين؟ حفر بيت الخيمة، خيمة مو هانجر. هم قفل لنا هو قفل الخيمة بيبان الخيمة ويبي حفر من تحت. شوف ايش سوى والله يا رجال هذا اللي حصل. اسمع سيف ويحفر كل ما حفر يطقه معيدي. تدرون ايش سوى؟ قطع الاطناب. والله يا رجال هذا اللي حصل. كيف قطع؟ شفت الطنب هذا ما فيه الحبل قطع بسنونه. والله ترى ذكي والله. والله يا رجال انصدمنا وصوروا لنا جو على اخر طنب. تخيل طايح الخيمه مع جنب مع ذكي ذكي والله. ليه يبي يطشها على مين؟ ليه؟ والله يا رجال انصدمنا ولو ماركم عليه حلفان بهالسالفه انه عيال عمي نزل. والله صوروه لحقوه ورموه. الكلام هذا قديم طبعا الحين ممنوع طبعا اي شيء على فطري مفتاحين كذا بس قديم بغى اتخيل. شو طاح فيه؟ عاد هم يا طويل العمر مركبوا من بعيد، يوم جو من بعيد، مركبينك باص طبعا حق اللي هم جوهم بر. والله يرجع ان على الطنب الاخير انه هيك يسنونه. قطع 4 5 تقريبا. قطع 4 الجهه اليمنى طاحت ما ادري كم والله. مو كبيره خيمه وشي. عمود وعمودين. عمود واحد. اكثر من 5 العمود. لا عمود واحد. 10 الظاهر. لا يا رجل هذه خيماتنا كم؟ ما جاها 10 هذه وهي كبرى عمودين. احسب يا انت تنقص يا ود انت احسب العمود الاطناب ترى على لا الاطناب ما هي الاطناب اطناب كيف تجي زاويه يمين زاويه بالنص احيانا 6 ما تعد 6 7 والله ما تعد ما في مشكله اسلم اسلم الزبده طايح الجهه الاطناب وش يا اخي انت قصدك الحين لما تدق الطنب هذا تربطه بالحبل صح ولا لا هذه طلعي الجهه يا طول العمر اليمنى طايحتن على وين على العامل وش بيسوي كان الذيب والله يرجع كان بيطش تسمعني بيقصها بها تطيح على مين العامل على العامل خلاص تطيح ويبي يهجم عليه والله يا رجالنا باخر شيء سبحان الله الله حطها منهم من بعيد عدم من بعيد هو النور حقكم الليل قوي قوي مركب باص من بعيد المحور لان حط رجلي من بعيد هنا هيك كذا ولقوا سنونه وباقي ينقطع الطنب وطنب بس كذا سنونه سنونه شايفين حق السنونه يوم جو الطنب اثاره ينقطع وشو ربع السلك ما انقطع كامل له بس الله حطها لحقوه يا طول عمر رموه تخيل انا ضد انك تذبح حيوان لنت لا ينوكل هو غلط بس هذا قديم جمع هجمهم هاجم العامل فهمتني الان ممنوع انا اعرف لي ناس والله دائما شوف اللي يعلقون شوف قاطع يعلقون اذبح ذيب ويعلقه غلط هذا غلط لا هي مرجله ولا هي بشجاعه ولا هي بقوه ولا هي باي شيء ولا هي يعني انا اللي وش صح عند لو لا الاسلاح انت وطع على غنم والله شوف لا غلط هذا انا اشوفه عيال تدرون متى يذبح الذيب متى؟ قبل بعد لهجم عليك لهجم على حلالك لهجم بس وقام يعبث باللي عندك تدري ان الذيب ما يذبح الغنم شو يسوي قبل كان عندنا غنم مبطي سولف معاهم ها سوي قل لا اله الا الله يا مدي مش والله كوميدي يطبح بالشبك يهنش من هذه شوي وياخذ من هذه شوي ويخنق ذي شوي طب هذا ذبح عابث ذي يعني طب هذا انت تقول ما يذبح طب هذا ما حي تلقى ما اخذ طرف منها وحي حي ما ياكل ميته هو فهمتوني يعني ما ياكل وحده يعني لو يشوف شاه ميت من قبل ما له دخل ما يقصد هذا يقصد يقول ما يذبح يدخل ياكل منها شوي يخليها حي ها بالضبط مدري والله العظيم انه يطبح يا الربع انا امسكها من هنا انا بعلبه انا اروح فيها اقول لكم والله انه يطبح بالشبكه وانه ياكل ذي ويهنش ذي ويهنش ذي لين كل حلالنا يصير في دمان واللي ما مع بيدها واللي عاد لهن حياه ولا خلاص بعضهم يموتن بعضهم الذيب عامل
يعبث ليه؟ أبعد عن المكان اللي فيه. ليه؟ طبعا أتوقع عشان يضرهن عشان يتعبن يعني كذا عبار يقطونه، فهمت؟ حقنا الحلال. هذه غنمكم أنتم سوا كذا؟ قبل عندنا 2000 راس. طيب شوف من عنده 2000 راس قبل 12 سنة. لا شوف تسمع، يبغى أنا أعلمك الذيب هذا والسالفته، تسمح لي بس لازم. بس بعناها يوم راح السوري حقنا. طيب ما حل ما طيب دقيقة، ما حللت كله يا سيف، ما حللت ليش سوى سوا هذا الذيب؟ بدري والله أنا شفت حلي بدري، صح ولا غلط؟ الحين الواحد إذا له منافس بالشيء، إذا نشوف إنه ما يقدر مثلا، أنا الحين بخيمة أو عندك منافس تشوفك ما تقدر تجيب هذا وبلش ما تروح تخرب أحيانا. هو الرجال الحين شاف إن فيه ذيب، ذيب بسط عيال فهاد، قال والله لا خرب حلال. من يقصد؟ ما بيعلها أبا، يقصد سيف. قال ليه ليه في أنا ذيب، هذا ذيب مستحي وعي أقدر على سيف، قال والله لا خرب حلال. يمكنها كذا. اسمعوني اسمعوني بعلمكم سالفة. هاي شباب، هلا تعبت ذيب. هاي مرحبا كي هاله كي هاله. كان عندنا سوري قبل. هذا فنجان، هذا فنجان. أنت اسمعني سيف، بطلب طلب يا ولد. من مبطي مبطي مبطي. أبى أطلب مقترب. وش أبى؟ دلة وبراد على فطورنا. أنا والله أنا نجهز الكيشن النساء. أقسم بالله إني مجهز، إن طبعا طري على بالي إني قهويك ما شوي. حنا الصلاة اللي ذا بقى عليه تقريبا أكثر من 35 دقيقة. هذا جديد يا ولد. إذا كم بقى عندنا؟ 33 دقيقة حوالي. تم خلاص. أنا والله العظيم إني مشفت مالي الملي أصلا. حنا عذرنا والله ما فضينا. لا عذري. عشان جهزت كل شيء. خلاص بقينا أشياء بسيطة بس. ابو سحاب ها تحبني؟ لا الفطور وش ابو سحاب؟ ارجاك وخيرات ابو سحاب. لا تنسون سمبوسه باللحم. ها اللحم تيسر ان شاء الله. ابو سحاب سم، ايش رايك بالشخص؟ امانه تقول امانه، اعطيني رايك بالضبط امانه. طيب ابشر. اطلع اعطيت طلعت تمره ابو وكله ويضحك الرجال. اقول ولا حقه ابو وكله ومستحي وتصدد. اسمعني في الطريق توخر تاكل الدم. جيت بوكله غصب، بحلف عليه انه ياكل. ما شاء الله شف، جيت بحلف عليه انه ياكل غصب. وانا اسالك ما علمني، وانا اسالك اللي هو صاي ليه، ايش رايك فيه ذا؟ ابى اعرف ذا. يجي عندي وكله واقول هم واقوم هنا. يجي احمد رجل ايمان بالله كبير وحاول اصد يعني. طيب انا ما دريت ليه ما علمني انه صاي. لا بنعرف ذا. انت تدري عن شيء؟ انت ما تدري عن شيء. عبد الله بحيره، فهمت؟ بحيره شو يجي. انا بك تقول احد انا احبك وش ابو سحاب برنامج بدونك مثل قهوتك بدونك. هي ابو سحاب اسمع يلا والله خذني ليه زي ابي نرفز قبل شوي. ابي نرفز ابي احتار بديت تقول نظراتي مالهم ما لها علاقه. اقسم بالله انها تقول نظراتي. استغفر ربك ابن ادم. لا تحلف انت عند الناس صمت انت علام فعلان يا ولد. هذا علام لا تحلف. انت على وين صايم؟ انت على دار. تذكر نظراتي اللي اعطيتك اياها؟ اعطتني اياها لبستها شوي رديتها لي لكنها هذه. شوف انت عندك لاك ما هي يا ابو حميد يا ولد غلطانين. هذه طلبيه. أيوة والله فقره فركان ملهي. وش فقره؟ يوم الجمعه يا عرب رده. عطني عطني دقيقه يوم كان في الحوش. عطني يا ولد. طيب ايه اورنج ليه لعبتك الحاجه ذني فيها يا ولد؟ شوفوا ايش انت شكلك يا صباح. لا والله والله اقولك عطني دقيقه. خلاص رجعها محله ما بي بعد. ها شوف كيف دقيقه دقيقه والله ما في لا تضرب بالحديد انت خبل. هاي حديده جت ما شاء الله حديده ممكن. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عشان ما تنكسر. انت بتشوف متى يفتح متى يسكر. كيف هي بشوف كيف نظامها؟ لا لا تشوف نظام، لا تشوف نظام عشان يجيب الليل. لا تشوف نظام بس ما سمعت منه عشان يجيها بالليل. اي بس على مثل الذي شوف ما انا راح حتى داخل اشوف. ما راح اسوي شيء ما راح اسوي شيء. بدا التخطيط. اشوفه من اليوم ساكت ابي خط شيء بشوفه بس اسوء اموس. طبخرك هوت احمد والله دقيق ايش ابي يضربني ضب ما قف معاه يا جه الله اقدم قبل هذا. لا الخيط حق من فدي. انت بقاوت تبخر. طيب وخر تقاوت وخر وخر تطيح يا اخي قهوتك. طيب خلا 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 ماكش ما بين حتى دلتها ما نشى لا لا تشغل الرجل. أو لا بيقفل الحين يعني عشان وش عشان ما الماسة.
عجل عجل انا عرفوا لك اللي احلى الشنطه هذه ذكرت حق جدتي الله استاذني هذا ادري والله وخر قهوه ذكرناها عليكم بس وخر قهوه وخر قهوه نص ساعه قلت وخر قهوه لا لا خله 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 بسولف معكم انا بسولف والله قلت وخر قهوه ابى اشوفها من هنا احمد يا بعد عمري ليه ليه تسكر عني ليه ليه العداء هذا ليه تسكر عني والله ورب البيت انه يغلط علي ولكن والله اني امسك اعصابي والله والله العظيم اني اتكلم صح ليه تسكر عني طيب من هو اللي جايبها لك من هو اللي كاتب العلام اخو من هو من هو اللي كاتبها الله من ادعي علي عاد ادعي الله من اللي كاتبه كذا احمد عوض من هو طيب الله يسامحك يا ابو عوض اذا ما بيكثر كلام والله هذا انت قومتي وراح اعدله اذا ما ولعت فيها من يا احمد شوفون بعد عني طب جبها هني ليش تبعدها عني والله هنا ذهب ماني جاي اقول لك مني ما اجيها جبها خلاص يا سيدي يا رجال حتى اللي جابوا لي عزبه نسيت عزبه عيني على عزبه انا ما بيكثر كلام عشان ما يطول النقاش بس ما يطول بجيبك والله ابو فهد ان كنت رجال تستاهل انك رجال كفو امسك جيبها لك ابو فهد ايش فيها فهد وين جايبها لك يلا يا ولد احمد اكسر قبل تكفي يا احمد راح تجيبها من القاط راح تجيبها من القاط راح تجيبها من القاط راح من القاط خلاص يا رقد هلا 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 تكفى الدسه يا احمد ولا دسه فضيحه ولا دسه حطها والله يربطه لو حطها ورا الكلام تكفى ايه لا 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 اكله كغبي يا سيف اسكت يا اخوي فكني الله يعطيك عافية تعب الله يسامحك من جايبها له من اخوانه منه الله يسامحكم يا اهل سيف دخل سيف الله يسامحكم يا اهل سيف الله يسامحكم اي والله يا سيف سيف تعال 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 شوف وين اخوك تعال شوف قفل كيف شوف تعال شوف شوف كيف المعفط حقي تقفل تعال ما جيتها واللي خليك اللي ما جيتها سيف يعرفني اني اكبر من العلم هذا ولا لا سيف ها وش يدور هنا تعال جيب عنكم سالفه على تعال بنكم سالفه تعال ابى ادور الشاهي اصبر شاهي الاسود معفول بريا هي كذا قصيده تعال يا سيف الا عزبه سيف انا من بسوي فيها حمام يلعن ابوك يا الفاقر فيك حلا سيف 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 والله انا احبك والله يا سيف انا ما ودي انك تضربه لكن لا صل على النبي لكن اللي صار اللهم اني صار ما يسكت عنه يلا سيف اللهم اني صار صل على النبي سيف صل على النبي ابى اختبرها ابى اختبر قواتها بشوف هل اللهم اني صار والله ادعي عليك والله والله ادعي والله المسيح حاجه مسيح سيف تعال بك اللهم والله استسلم سلم تعال بك يا فله يا جو يا جو يا جو يا اللي تقول كلمه تقول ضحك انا دائما تقول كيف خلاص ضحك يما ادعي عليه بس انت يا يما امزح يا ام سيف استنى روح خلص جابتها من حفره باطن تسوي فيها كذا امكن جابتها امك طب انا امي امك ام سيف ما دريت والله يا ام سيف والله ما دريت يا اسفين ام سيف والله ما دريت حسبين من اخوان انت ما تستحي على وجهك ليه محتال والله انك محتال يا حميد العظيم والله انك محتال مبطل ام سيف تكفين والله اني ما دريت والله ان امي والله ان امكم يا شد علي الله انا احس منها من محمد والله من سلطان حبيبي يا بابا احس من محمد مصر خلاص خلاص مسامحك انا بس خلاص بسم الله خلاص يا اخوي ما ترشت ما عندك معنى دور جيت على خلاص حبيبي احمد تعال اقعد وشوف ليش تقفل ليش تقفل يعني ابكى الله يا سيف سيف ادفعها طالع ذي طالع ابكى الله بحرقها بلا عزبه فهم اعلمك جيب العزب يا سيف والله لو حرقتها طيب والله ثم الله اللي الصحيح مو كلامك ذا والله العظيم اللي لو اوريك نجمه الظهر والله والله لو اوريك وجهي الثاني
مو قدام الناس ادخلك بالغرفه احمد طلع له وجه ثاني تكفى بوجهك الثاني والله انا راضي والله انا اتمنى والله انا راضي تمنيت يقول تمنيت بحياتي يا ولد فهد وتمنيت انت سوي وشوف طيب انا بوريك انت شوف عاد الوجه الثاني هو زين مو زين والله لو تجيب لي وجه شيطان ثاني انا استقبله ممكن تكفيك الشهاده يكفيك الشهاده يا ولد فهد لو تجيب لي وجه سلطان يكفيك وانا بيضر وجهي يكفيك الله يقول لك فيك كف وشو هذا حق تركي بغيت اقول تركي الدوسري ما خرجنا معه تركي 2000 سيف والله والله جيب ايش بتتعب طيب خمسة حسني طيب مش حسني سيف بالله انا جايبها من امك ولا اخوك الظاهر محمد بن سلطان انا اذكر الرقم مين سيف اخوان اذا ام سيف صعب لنا يما لا تدعين علي يما خلاص استغفري استغفري يمدي ادعك خلاص تدعي علي تدعي لي اقصد تدعي لك؟ خلاص تدعي لي ليه ما تبغى تدعي لي بعد ما تدعي لك انت ها تدعي لي العيال كله خلاص الحين خلاص تدعي لي انا بعدين تفاهم ان شاء الله لا وليه انت على راسك ريشه ولا لا يا اخوي انا اول مطلب طيب يا اخي تقدر تقول يا رب توفق احمد وتسعده وتوفق اخوياه معه عاد او تجيب اسامينا واحد واحد يا رب توفق احمد والعيال كله ما يبغى تذكر اسمي بالدع ما نسيتك بالدعاء والدنيا جفاف يا ولد فهد شلون بنساك بالدعاء والدنيا مطر علمني يا رجال قاعد وراك بس وين قاعد جنبك ما نس يا مطر والله ناقص علبة أنت اليومين هذه والله والله العظيم ما أنت مضبوط يا أخي اليومين هذه ماشي أنا عرفت أنت محتاج تعلم المعتبر ما هذا المال سمت بيجي أنا عرفت اللي قبل المزح الحلو يا حلوة هذيك مرة دافع كركبة حقي وكسرت عطر والحين دافع عزبتي طيب يعني لازم أخنك يعني والله ما ينفع لا تتعب اسمع مني أبوك حالي حتى لو تخنقني ما أبوك شيء اسمعني سيف صلح لي سيف الحين سيف الحين يوم تدخل انت اول حصة الرياضيات ها طبعا لا يا قوة شطحة شو اسمع لو تدخل حصة احنا وين وشوف الشطحة وين الحين يوم تدخل حصة الرياضيات يركض لك ربع ساعة سيف يوم تدخل حصة الرياضيات طبعا الرياضات اغلب ما حد رياضات رياضيات هل انت تحبها ولا لا؟ شفت هو يعطيك طراق واحد طراق ايه حافة يمكن يخليه حلقك يضبط تخيل تعطيني طراق من هنا يضبط حلقي؟ يمكن ما دخل سيف الا ما ادري انت عطني من هنا قال خدك تمام الحلق ما بالصدق ترى طب اسمع مني ابوك عاد صدق انا يوم الرياضيات اكيد تبي تضيق صح الخطا يوم الرياضيات صح ها تبي تضيق انت تبي انت الحين انت بتسولف علي نسيت انا ما ادري ايش كنت بقول مثل اي مثلك مثل وجهك حلو الله يسعدك ما اقصد طعمك طيب سيف أحمد شنو طموحك تسرق عزبتي؟ لا طموحي صدق من تقول طموحي ما أدري وش أحس طموحك بس بالبرنامج عزبة سيف تأخذها وتقطها برا بدي ما معك عزبة هنا يا رجال أبوك أنا جايب لي عزبة نسيت أقسم أنا ما أدري أحطها بحر بخر المهندس أحمد المهندس هو يدور عزبة عادي يا أخي شوف مهندس مهندس في عزبة أحمد ليش فاهمين هذا مو مهندس شهادة أنتوا ليش فاهمين مهندس في عزبة أحمد ليش فاهمين إنه مهندس لازم زي واحد من اللي قال ليش فاهمين مهندس لازم يكون ثقيل ورزين ما حنا ما قلنا زي كذا ترجع لي واحد شو يقول هاك اليوم خليك شو يقول رنس يقول لي يا أخي مهندسين أعرفهم هو مستغرب هو بالعكس معجبته شخص بس يقول أعرفهم مهندسين دائما رسمي ما شكله ما أعرف هذا المهندس لا إنك أحمد أذني توقعت انه ما في اكبر من اذني قعدت اذنك كبير لا يا قلبي والله انه مقاسم واحد اذني وذكين انا شفت يا تعال حط اذنك على اذني قس دقيقه هنا دقيقه ارفع راسك يا سيف دقيقه والله اذنك استغفر الله كبر بعد دقيقه قرب هذا كنا ناقدين علينا الله لا يا الله يوفقك يا فندم ما عليك احنا انا وياك احمد اللي ينقد اللي ينقد واللي يرضى اللي يرضى واللي يزعل اللي يزعل ليش؟ فضاوه يرجع خلاص فضاوه عين ايش جونا؟ ابيك تقوس بالضبط أمانة قلها صحيح والله لقيس والله لقيسها من هنا تبدأ من هذه يا وجه ما إيش عملنا يا إيش عزاه مني بنات عز الله ذنك كبيرة يا ولد والله العظيم حتى ذنك كبيرة كلها ذنين كبار أنا وانت دقيقة من فوق دقيقة ورانس أنت حكم تعال
تكفر حاكم أمانة. رنز تحاكم بحاكم. رنز تعال حكم. توك اللي تنقد علينا أبي حاكم. شالات تكبر. أنا جامع أنا. يقول ينقد جمع. شفت أنا فضاول هذا. لا ما تقدر يسقى. لا لا لا. سقين بعض. لا. لا سقين بعض. آخر. نمدي. أدين سيف. لا أنت. والله مو أنت. تفتح تصبح. تكفى تكفى قلنا صحيح أمانة. والله والله. أبا أبا حاسبها هنا عصص. متر جيب متر. كذا. أيوة. ايه يا رب النعم شوف حسب انت شوف ايه يا هنا 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 والله سيف لا سيف اكبر والله سيف اكبر والله سيف اكبر بزي كذا تعال تعال لا 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 حط اذنك على اذني تعال يلا حط اذنك يلا حط اذنك على كل سماع دائما قلبه بعدها قرب تعال تعال قدم قدم خلنا نرنسق يستع من يحط اذنك على كل سماع امسكها دقيقة جاهز اخر اخر دقيقة من هنا اثبت شوف انا مثبت من تحت انا مثبت من فوق رنس سيف سيف اكبر سيف والله انت اكبر انا قمت انا فرحت اني فرحت اكبر من دلي ابو اذن صغيره تدري ان بدن صغيره قلبنا عليه تدري ان عاد بدن صغيره ان 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 يقولك الاذن الكبير تصدق تصدق انه ما يسمع الاذن صغيره انت ورا ما تقعد ضاقت عليك الدنيا احنا تدري ان اذن تدري يقولك الاذن الكبيره انا مع لا لا طلب طلب الشاي والقهوه تدري ان الاذن الكبيره انا من علامات الجمال والله لا 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 علامات صح تدري جمال ليش ايش رايك بالله ب ب زي الغمازه ها ابو عبد العزيز ها يقولون الاذن الكبيره علامه الجمال فعلا ليه؟ حلو والله والله بالعكس الاذن صغيره ما صح الاذن صغيره ما هي زين تخيل انت يعني ان هذه الله برزقك ملامح من ملامحك تكون واضحه يعني تخيل ان اذنك ما تنشا يعني فكر فيها لكن انا مثلا اشوف عيون سيف واشوف حواجب سيف واشوف رموش طيب الاذن المتوسطه لا هي بكبير ولا هي بصغيره وش قال له؟ هذه الى الان ما هذه ما الى الان ما رجعنا في شنو القهر ان ذني كبار وما ما اسمع زي وانا مثلك والله سيف انت كل شيء مثلي خلاص صح غير لازم تغير سيف يعني ادري انك تحبني بس ما يصير كل شيء مثلي سيف تسمع يا اسمعه لا 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 بس يعني الصوت يعني البعيد القصير لزقها شوف تدري من اللي يقولك واحد هذا شو اسمه هذا يقول باعاه مدري وين يا حي هالراس يا دمتي ابو فهد اي والله نباك هنا والله شخصيه يا ولد وراح اشوف سوى سمبوسه والقيمه قصيدة وش يوم تقولها وش قصيدة من؟ شربة يا حلو هالوجه جعل والله وجه ما ينقطع ان شاء الله من؟ قولوا امين يا عيال قولوا امين جعله يجيب الاول بالبزنس من هو؟ الرجال هذا امين يستاهل من هو؟ ذا ذا بصورة الصورة ذي عشان فهد وعياله ولا انت؟ يلا انت قلت امين يا الربع بهالمغرب بهالمغرب والله انا اخوك امين الله يوفقك اكتب لك بهالمغرب يا ربي والله لا يكتب لك رجع اخذ لي غطى لنا فطور شو قلت عصبت عصبت على ايش؟ رنز عاد لا تزعل تكفى رنز انا ما ادري السالفه ذي يا عيال اللي يجيك يضغط لك واحد من الساعه 1 بالليل لين الساعه 6 الصبح وقت اقول لا تزعل ليش انا؟ لا والله اللي يضربك ها؟ جاء واحد مرة يضربني من هنا يا ولد صفقني صفقة يوم جيت اضربك ها حقت زعلت قلت له يا شيخ يجي يضرب ثم يضرب العلوم ابو عوض والله بخير انت بر شيء لا لا انت اطبخ اليوم انا يا طويل العمر الضرب على الظهر باليد مدني والله اجيب وش بالعصا يضربك تحبه لا ما في احد يضرب بالعصا على الظهر يعني الا تضرب الاسباب يعني متداولة هنا في القرية اذا حتى اداه ساقة على الظهر هذه انا ما دنيها زين ليه تقعدني كذا اول؟ ها؟ ليه تقعدني كذا تقول داخلين علي شوف 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 قلت سيف 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 اصحى العيال كلهم صحوا الا هو باقي ما توضيت العيال بيقومون الصلاه وانا جاي شوف متاخر عن الصلاه عشان اصحي سيف دقيقه اصحي ساعه اصبر 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 خليني بعد دقيقه وانا يا عبد الخالق عبد الخالق عبد الخالق عبد الخالق وانا امسك يده وانا اصحي زي كذا قلت انت ليش ما تقوم ويعصب علي انت لا لا قلت هذا جزاي لان متاخر على الصلاه عشان اصحيك يا سيف فهد وتكون متهاوشني بعد ارقد جيك ما تقوم وانا اطلع حلو بس ربط انا ما ربطت انت ومن اللي يضحك ربع ساعة يضحك كعكعك من هو؟ ها؟ من اللي يضحك ربع ساعة؟ ربع ساعة؟ دقيقة اضحك وش؟ انت ما قلت حاجة انت ما اضحك معك اضحك انا فهد اسف دقيقة الحين يا ابو عبد العزيز انت هل انت انت ما تبيني اصحيك ولا لا؟ تبيني اصحيك ولا لا الصلاة؟ وقف وقف
طالب جاوب جاوب انت جاوبني انت ما تقول انا اللي سالت تبيني صحيك للصراحه ولا لا انت ما سولفت علي وخلصت لا باقي دقيقه أنت... باقي سؤال باقي سؤال واحد تبيني صحيك للصراحه ولا دقيقه ما ماني مجاوبك لين تسمع مني انت ما قلت لي كلام انا برد عليك يلا انت يا ابو عبد العزيز جاي عشان تقعدني هنا لحالي ايه احلى بهالمغرب اللي دخل والله والذي نفسي بيده اني يوم اني قمت من هنا اني يوم اني بروح الغرفه بصحي اني ناوي اصحي كل واحد من العيال اجل يعني مو عشان انا لحالي كيف؟ مو عشان انا لحالي جاي تصحي العيال كل ابوهم وتروح يعني مو انا اللي ماخرك لحالي العيال كل ابوهم ماخرينك لا انك تقعد لا 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 كل ابوهم صحوا على طول ابو سحاب ابو سحاب انت بطني ازرق العيال كل ابوهم منهم سيف بس لحالي اسمع اسمع ابو سحاب اسمع كل العيال من صحاهم قاموا على طول فزوا ابو سحاب رفعت بطنيه عنه وصحى قلت ابو سحاب الصراحه قال يلا صح ابو سحاب نومه خفيف اعلمك واجي عند فهد فارع قلت فهد 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 قال ها قلت بتقوم لا قلت الصلاه ترى اذن وعيال قم الصلاه قال يلا ويقوم زين جلس زين رحت زايد سابر رفعت عنها بطانيه وفتحني عن فين قلت الصلاه هو يقوم قال اذن قلت اذن مثل مسفر اليوم طيب كم قعدت عندي دقيقه اعلم واروح لفيصل ما فيصل وروح لعلي علي عيا اصحى تعال هنا ايوه تعبان لا لا هنا سيف اعكسها تعال هنا ايوه سولف كمل لي طيب وروح لعلي ايوه وعلي قال تعبان وروح المسط وصحي المسط صلى الله وبارك وبعد ما ادري من بعد صحيت واخر شيء اجي عند ذا وقام العيال كلهم حلو اطلعوا ووضوا حلو زين يا سيف يا سيف يا سيف يا سيف يا سيف عيقوا وش اسوي انا؟ شلت بطانيه عنه ومسكت معيده وصحيت وتليته زي كذا ما تليته يعني جل خليته يجلس فجلس ويقعد يهاوش تدري ايش قال له ذا؟ عثمان ايش قال لك؟ ايش قال؟ قال ورنسم تاخر عن الصلاه عشان يصحيك واخر شيء تقوم تهاوشه شف انا جلست انظر يعني ترسم جت في خاطري انكسرت صح يعني سيف قاسي ايه في خاطري جت في خاطري وانا انظر فيه قلت اجل تبي العين انت بتصلي ولا لا بس زي كذا بسط بسط كل شيء بتصلي انت قاسي تبي قاسي تبي انت قاسي تبيني اصحيك للصلاه تصلي ولا لا طيب قال انا خلاص انا قاعد عندي اقعد هاش انا اسكت ترى ما ركض بالموضوع الركضه ذيك اللي ابوها الا خلاص انه ترى 100% سيف غلطان اول حاجه اول حاجه اول حاجه انا ما ابي هل كذبت في حاجه انا قلتها الحين ذمه يا ذمه دقيقه شوف 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 احمد يكذبني واساله يقول تمام انت انا كذبت يا ولد كذبتك انا يعني صادق انا متى كذبت يعني انا صادق شوف تكذبني هذا في بلاء بنرفز قلت ما فهمت على طول دقيقه دقيقه بنرفزك يا انا صادق ولا لا اللي قلتها الحين صادق ولا فيها ولا لا انا كذبتك الحين انا كذبتك اه طيب جاوبني انا كذبتك لا اجل تقول كذبتك تقول بلساني انت اول ايش يقول انت تقول بلساني طيب يلا على لساني كمل المشكله والله العظيم غريب صراحه خلاص خلاص عطك سيده تعال طب تعال تمام تعال يا محلاي بلا رفز سيف ما يمس سجال زين الركضه ذيك اللي ابوها حول خمس دقائق بلا رفزك يا اخي انا داري تعال هنا طيب تعال هنا احمد انا اعرف النظام ذا اعطيه على جوه عشان يحس انه سوى شيء صار خمس دقائق يسولف تمام هو غلط يلا انت رد عليه اعطيه على جوه تخيل اني اضحك يعني يا سيف فهد انا ما سويت شيء يعني قصدنا هذا كلامه ما يعبر لو انه ما يعبر ما سمعته امزح تعال طيب شوف شوف سيف فهد انت غلطت علي صلاة العصر يا صلاة المغرب بعد غلطت علي انا غلط قلي يعني صلاة العشاء وش بتسوي قلي هو يبيك تقولي قلي بس لا والله ما صلاة العشاء هو ما غلط الرجال اسمع اسمع احمد صلاة العصر غلط علي صلاة المغرب الحين غلط علي صلاة العشاء وش بتسوي يا ابو عبد العزيز انا اكمل صلاة العشاء رجعني عن طريق ابو عبد العزيز انت فاهم ورجال كبير ما يعني مو واحد ما عليه شرف اول حاجه يا كم حاجه سويناها لبعض ولا سولفناها قدام الناس صح ولا لا؟ شوف شوف بعلمك وانت وانت ما رجع شوف كيف لف الموضوع لف الموضوع شوف كيف لف الموضوع انا اول شيء ما فتحت الموضوع الفاتح الموضوع عند صح انا وضحت الموضوع كله انت فاتحه بس طيب دقيقة انا ما ذكرت ما قلت سيف فهد انا جيت طيب 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 ساكت انت اللي فتحت الموضوع وانا وضحت الموضوع وانتهينا طيب بالله بالله انك صادق الكلام اللي قلته ذاك اللي ابوه صادق ها حلك والله رجع والله لا لا في خاطري كذبت فيها ما جت في خاطري والله لاني اعرف اللي في خاطري لا لا ابي لا لا صحيح صحيح كلام انت قلت السيناريو فعلا
والله صادق، بس المسألة اللي زعلت ذا والله هذه كذبت فيها بحرتها. تعسف تعسف. المشكلة إني ما يطق على يدك، قلت على قاعدني غصب يا أبو عبد العزيز. ما طقيت على يده أبدا. حتى ما طقيت، ما قف ضرب. أها يعني ما تبي صحيك؟ ما كيفك تبي تصحني؟ يا مرحبا وسهلا يا صديق وخوي معي بالقرية. إذا ما قعدتني تأخرت علي يا كم مرة تطافت علي الصلاة عشان قاعد العيال؟ يا كم مرة تأخرت على الصلاة ولا قلت أنا والله طايف علي الصلاة، أنا والله تضايقت منك عشان قاعدك. والله العظيم إني حطه بجنبي. سيف سيف سيف. والله ثم الله بهالمغرب ها. والله ثم الله اني اجي قاعد العيال بعض المرات اني اطلع من المسجد اروح قاعدهم وطوف عليه الصلاه عشان العيال، ما اجي واقول والله اني طايف على الصلاه عشانك. شوفوا شوفوا يا ناس، شوفوا اني انا احلى واحد. أنت والله اني اسكت واسدها على شحم وخوي مالي منه، مالي منه عشان اسوي له شيء ذا عشان قاعد من النوم. خلع علي يا ولد. اذا على طاري انك احلى واحد انا اشهدك بهذا. تدري وش اخبرني قبل شويه من جيت بجنبكم ما شفت الا اورانس، انت ما شفتك ليه؟ احس منه ورد اللي جالس بالنص. قلت له سيف الا ابجي، قلت له شو اني ما قلت ما حد يضحك علي. سيف فهد تعال هنا، تعال بلعب كل اسبوع. احمد احمد عشان نوم تقول ذبح لي ست ذبايح عشان نقعدني من النوم. يا ربي يا رب يا رب لا احط فيني جميل ذا، هذا بس عشان نوم سوى كذا. شلون يسوي لي شيء كبير؟ يجيب اوراق يحط الاشقاق. انا مسوي بسيف كذا، انا مسوي بس ما يبي. انا ماني مثله، انا بنتظرك تخلص ما بعد. انا ماني مثله اروح اعلمه وش مسوي له. انا ما راح اتكلم، انا الحاجه اللي يسويها بيني وبينه مو بين اي احد. ادم عنده خليك شوف انت تركز ركضت فيني. خلو فيك كبرياء ودم شوف مثل ركضتك تركز مثل ما ركضت فيني. انا احسسك بالشعور اللي فهمت يعني سيف حسس انت. تعال لا بس هذا بشوف. خلصت؟ لا خلصت. تعال سيف تعال يلا سيف تعال. والله اللي صمل ترى كذا هو او كذا بنرفز يركض خمس دقائق ما يخليك تسولف. انا مثل الحين لازم اسوي مثل عشان يحس. طيب هاي خلاص صح خلاص. تعال يا ورد سيف فهد. انا مالي مالي شكر ولا خوف. اجليت عند الموضوع اول اقول كذا وكذا وكذا. اذا خلصت على قومتك وعصرت علي وروح بوضح. الواحد يقوم بعض المرات وضح البعض. يلا خلاص بوضح له. وضح البعض بوضح له. انت من عاتب ان كان مخطئ اظهر بعض. انا اسف هو ما عنده خطا واللي 100% طلعك خطا وشوفه. لا لا شو المشكله؟ انا مخطئ انت مخطئ عادي. طيب انا مو لازم اني اقنعك 100% انك مخطئ يا سيف. انا عارفه خلاص سيف. اسمعني انا ما فتحت الموضوع نهائيا ناسيها اصلا بعد زين. ما فتحت الموضوع. انت فتحت الموضوع قلت وران زين تصحين وتهوي تصحين ومدري ايش تسوي. انا ابي انت ايش تبغى سالفتكم هذا كمان حق ابو عبد العزيز. انا فتحت الموضوع من ابو عبد العزيز. انا فتحت بعد كل فتحت ابو عبد العزيز. ابو عبد العزيز شفني شفني للدم للدم. حاول انك لا بغيت تحج لك واحد ولا لك تشرح على واحد. ما ادري ايش تقول. ما ادري ايش يقول. ما ادري ايش يقول. ما ادري ايش يقول. لا تقول كذا. قلت كذا 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 بالضبط واضح. انا بقول انا بقول لك انا لو اني فاتح موضوع صاحب. انا اللي فاتح. اصبر دقيقه. انت اللي فاتح صح. انا يا طول العمر انت فتحت موضوع. انا وضحت الصوره اللي عندي اللي صارت بس. يلا قل لي مالي بضر ولا لي شك ولا ما منيت ادري بس انت عشانك ذكرت الموضوع ده وضحت الصوره كلها بس. طيب يمنك وضحت الصوره يا اخي وضح لي الصوره اني بس عصبت عليك وزي كذا. مو تقول تاخرت على الصلاه وتشرح لي الموضوع كامل ليه؟ شو اللي حادك؟ انا طقك على يدك فهمتني؟ ترى موضوع والله بسيط والله بس احنا بس بنتناقش فيه. هيا خلاص ابو شايع اقطع السالفه. ابو شايع ابو شايع ابو شايع عندنا مشكله وبيك خلاص. لا لا والله يا رجال مشكله انت خلاص. انا عبد العزيز فرنس تعال العبكم لعبه. تعالوا ابشر بس. اسمع ابو والله طالت والله طالت. اجلس طالت اجلس.